إذا على بركة الله نبداو الجولة ديالنا. تمت اضافته هذا الطرف اللي تزاد في الطريق، يعني راه بداو عمليات ديال التصفيت ديال قريعه الطريق. وهنا غادي ندوزو حدا البلاصه اللي صوبوا فيها داك الضالو، ديك المنشاه المائيه. هنا كان واحد الضالو اون بيتون ارمي صوب هذا المكان هذا اللي غندوزو فيه هنا بالضبط في هذه البلاصه. هذه مازال الشغال خدام، هما على مستوى ديك الدار الكبير قنطرة كتصوب. اللهم بارك. هنايا حسب ما يبدو وراء دوك لي باروا الحيوط اون بيتون ارمي لي فوال راهما واجدين تقادو. دابا بقات لهم غير الجزء الاخير اللي هو الجزء العلوي صافي، وغادي يتكولا له البيتون ديالو، تحطو الحديد ديالو وتكولا البيتون، وكفى الله المؤمنين شر القتال. هنايا هذا الجزء هذا هاهما راه دوزوه، ها هو، وغادي تبان لكم الرابوتوز خدامه في الوسط تتحيد القدرون القديم اللي يتم تعويضه بلا هاي الرابوتوز امامنا. الرابوتوز خدامه هنايا، ومن الجانب الايسر خدامنا تيديروا عمليه ديال تكسيه الارض لو غوفيتمون اون غوبي. مختامين اللهم بارك. ودابا تبارك الله بدات تبان الدنيا متسعه، ان شاء الله يا ربي توصل المرحله ديال الاناره ديالها باش ان شاء الله تكتمل النظره لهذا المقطع هذا المهم بزاف. لابوراتوار هو كاين، لابو تيست هو اللي مكلف بالاخذ ديال العينات ديال التكسيه في القارعه الطريق، الكاميو اللي كيدير
لاروزاج راهو موجود، تبارك الله على بنية بنت طريق بعدا عندي ما نقول بدات يبان الاتساع ديالها. انا راه قربوا يبداو في هذا الجزء هذا، يعني كما قلنا هذا المدخل الغربي راه كله ورش مفتوح. أسابيع كتبان تقدم ديال الأشغال. نتجهوا حتى المدخل ديال الطريق السيار إن شاء الله. هنا كما العادة الأشغال مازال مستمرة. ها انتما كتشوفوا هذا الجزء هذا الذي تمت اضافته، مازال غادي يدوزوا الطبقات في الجانب الاخر في الجانب الايسر، وعاد كدوز الطبقه النهائيه اللي كتكون على نفس المستوى في يعني كل شيء في قطعه واحده. ها هو هذه الجهه اللي على اليمين كلها تزادت. اللي على اليسر راه خدامين فيها حتى هي، راه تتعرف واحد التقدم اشغال فيها. كما قلنا المطلب هو ان شاء الله تعالى نشوفوها بالصيغه النهائيه ديالها، وتكون الاناره تكون اناره شي اناره في المستوى. هنا كنصوب الدارو يساليو من هاد الورش هذا، يشوفوا لنا عاوتاني ان شاء الله. ها هو هذا الجزء هذا اللي تزاد هو في الطريق هذا، نشوف يشوفوا لنا حتى المدخل الجنوبي ديال عبر مولاي ادريس من سيدي قاسم الدخله ديال كرواز من سيدي قاسم مولاي ادريس في اتجاه الكناس حتى هي. ثم كتشوفوا معنا الامور فين وصلت. نتمنى نشوفوا هذه الجهه هذه حتى يتم يعني يكون تعرف الاشغال ديال الملء ديالها ما تبقاش هكا خاويه. وحبذا لو اننا نشوفوا بحال على غرار المدن الاخرى ان يكونوا مركبات سياحيه في مدخل المدينه، حيت هاد المنطقة هادي كلها اون زون اللي يقدروا يكونوا فيها مركبات سياحية، يقدروا يكون فيها فنادق مصنفة. هذا في هاد الجانب هذا. وفي المناطق الصناعية نشوفوا واحد الحركية إضافة ديال مقاولات أخرى، شركات تجي تستثمر باش يكون واحد التوازن إن شاء الله يا ربي. هانتوما كتشوفوا هاد الجهة اللي على اليمين، هنا هي داك الدالو ها هو. مازال هادشي اللي على اليمين تكاد ان شاء الله فهي. هذا الرومبوان هذا اللي انفص معنا غا المعالم ديالو غادي تبدل
غير مسألة ديال الوقت. حنا غنكملو دابا على الطريق الوطنية رقم 6 هي هادي. بسم الله. دابا راه دخلنا في المجال الحضاري. اليسر غالبا هذا اللي البنايه اللي تبنات جديده داك غالبا ستاسيون سيرفيس، غالبا ستاسيون سيرفيس وداكشي ديال داكشي اللي عنده علاقه ب الفيدونج مثلا على حسب الفورمه اللي كاينه تما. الجوانب مازال ما تستمروش بشكل كافي، ما كرهناش نشوفوا دوك لي فيرم بيداغوجيك دوك اللي تسميو ضيعات هي في نفس الوقت سياحيه وعائليه وفي نفس الوقت كتكون عندها يعني كتشجع على ما يسمى بالزراعه البيولوجيه والتربيه ديال الدواجن بشكل بيولوجي بشكل يحافظ على البيئه ويراعي البيئه. تبارك الله ديال التبن. ايوا نطلبوا من الله ربي في هذه الايام المقبله يرحمنا شي اشتواء ان شاء الله يا ربي لا تحافينا لا تحافينا يا مولانا. هذيك الصبغه ديال الفيلات التجاريه يعني يقدر يكون فيها امور تجاريه. نتمنوا نشوفوا شي حاجه هنايا اقتصاديه في هذا المكان هذا اللي عندي من هنا. لازالوا مستمرين في ديك الاشغال ديال الحاجه اللي عندها علاقه ب بهذوك الروكارات كيديروا لهم الكولاج ديال البيتون. نعلى مقربه من مرجان ومن لويستي ديال مكناس. نتمنى ان هذه البلاصه هذه فاش يقادوها ان شاء الله يديروا فيها شي ممر الراجلين يكون في المستوى، لان كتعرف واحد الحركيه كبيره ديال الراجلين. وصلات لهنايا على مشارف لانسان. ستاسيون سيرفيس كملات
شنو كيتبلع حداها غيبان لنا على ستاسيون سيرفيس راه كيصوبولها على الارضيه ديالها كودرون. وهنا عند الجنبات لازال الشغال جاري على مستوى وضع ديال القنوات ديال تصريف مياه الامطار يعني من الجانبين. دابا راه مع الجانب اليسار بشر بالخير. هنا كانت هذه البلاصه دابا حنا اللي غاديين فيها كانت الطريق فيها واحد الوضعيه متدهوره فكانوا ربطوها وعاودوا صوبوا داك الجانب. وهذا عاد ان شاء الله تعالى باش فاش يتزادوا الاطراف عاد تكمل ديك لا بلونش كامله كتكون كامل نيفو واحد بقدرون جديد. كنحاولوا نرصدوا ونشوفوا الامور فين وصلت. هنا بيان سور هذا الرون بوينت هو غادي يزيد يكبر لان الجانب هذا اللي من غايت زاد في الطريق الجانب اليسار ايضا. كما قلنا خص يكونوا ضروري واحد المجموعه ديال الممرات الارضيه تكون ممرات الراجلين تكون في مستوى عالي لان ولات واحد الحركيه كثيره كتعرفها هذه الاحياء هذه اللي علي من احياء سكنيه كثيره. نتمنى ان غير تواكبها ملاعب مساحات خضراء تواكبها مدارس مؤسسات ديال التعليم المراكز الصحيه. الجانب اللي على اليسار تبارك الله خدامين. خدامين تبارك الله في هاد الجنبات عطاهم الله الصحة. لأول مرة غادي تصوب هادشي هذا صراحة بهاد الشكل هذا كاملة تستافد غادي تستافد من واحد القنوات ديال تصريف ديال المياه الامطار اللي غادي تهنينا من كاع ديال من كاع المشاكل اللي لا قدر الله تقدر تعرفهم المنطقة في المستقبل ما يخص تصريف المياه. اللهم على اليسار ديال الطريق راه اليسار ديال الطريق اللهم بارك شابعة روكارات تقريبا ما بين كل روكار وروكار غادي تكون واحد 50 متر ما كاملاش ودي روكار كبار دي روكار دو فيزيت. حنا وصلنا دابا للمدخل ديال البريدية توقف على مستوى حي البريدية وغادي نعاودو نرجعو نكملو معكم ان شاء الله تعالى هاد الجولة في الفيديو المقبل. هذا المدخل ديال البريدية طريق ديال الطريق اللي كتدي كوكو بارك للناس اللي غيبغيو ان شاء الله من بعد افتتاح ديال كوكو بارك في الاسابيع المقبلة غادي هاد المنطقة هادي غادي تولي ممر رئيسي غادي يعرف واحد الحركية كبيرة. حنا غنوصلو معاكم حتى للباب ديال كوكو بارك ونيت نشوفو واش فين وصلو حيت كانوا خلوهم البلاصة خصهم يقادو واحد الباركينج ديال ستاسيونمون. الطوبيس اللي كيوصل لهنا هو الواحد وثلاثين رقم 31 هذا هو حي البريدية.
هادو هما العمارات اللي بنات العمران، عمارات ديال السكن الاقتصادي. حنا دابا على مشارف كوكو بارك، حنا تقريبا وصلنا لها. كوكو بارك هي هادي اللي على اليمين ديالنا، رانا ندوزو حدا الباب ديالها. نتمنوا ان هاد الطريق هادي تستافد من الاشغال ديال التوسيع ديالها ان شاء الله، وعلى ما يبدو ان غادي تكون ان شاء الله تعالى اشغال. هاد الحجره هو باين لي هنايا واش غادي يستخدموها في كسور او لا. انا غنصلح حتى الباب ديالها، ندير واحد الدوره هنايا. هذا هو المدخل ديال غادي تيصوبوا السور، تيصوبوا السور. إذن شكرا شكرا تقلع عليك هنا. إذن هذا هو المكان اللي غادي تصوب فيه الباركينج ديال البريد ديال الباركينج ديال ديال كوكو بارك. اليسار ديالنا راه كيصوب واحد السور محيط محيط بالمشروع. هادو العمارات ديال البريدية. نتمنوا ان الناس يبداو يحافظوا شي شويه على الاحياء ديالهم، ويكون تدخل شركة النظافة أيضا شركة ديال خاصة بالمساحة الخضراء من أجل التقليم ديال هاد الأشجار. هادو شوفو شنو كيتبنى هنايا، هنايا مسجد الكوثر، مشروع بناء مسجد الكوثر في هاد المكان هذا. يعني هذا كل ما يتعلق بحي البريدية. بارك الله عليكم.